أما حامل الأيقونات فهو غاية في الروعة والجمال، يجمع بين الأصالة والروحانية الأرثوذكسية، عبارة عن حاملان، الأول أمام الهيكل يرجع للقرن السادس عشر، وهو الموجود أمام الهيكل يفصل بينه وبين صحن الكنيسة، فهو عبارة عن وحدات من الخشب هندسية الشكل ومجمعة بدقة بطريقة التعشيق في وحدات متكررة على هيئة صليب محفور ومطعم بالعاج. وفي زوايا الصليب الأربعة يوجد شكل مطعم بالعاج يشبه السمكة، وهي في أول أطوار نموها الخارج للحياة الجديدة، ترمز للبشائر الأربعة التي للحياة الجديدة المرتكزة على صليب السيد المسيح له المجد، مركز الحياة. وتثبت الأيقونات فوق الحامل الخشبي لكي تسحب النفس إلى السماء وتلهبها لتشتاق إلى المجد الأبدي، حيث تجد أيقونة للقديسة العذراء وأيقونات التلاميذ الاثني عشر ترجع للقرن التاسع عشر الميلادي، وأيقونة لعماد السيد المسيح له المجد يرجع تاريخها إلى عام 1849 ميلادية. وأيقونة صغيرة للقديسين قزمان ودميان، وأيقونة من القرن التاسع عشر الميلادي للقمص عبد الملاك الأسيوطي والقمص جرجس الدويري رئيسي الدير قديما. أمام حامل الأيقونات يوجد بيض النعام الذي يشير إلى عناية الله المستمرة بنا، لأن النعام لا يترك بيضه بل يحرسه دائما، لأنه إذا غفل طائر النعام عن بيضه فسد. فهكذا عينا الرب لا تغفل عن رعيته التي اقتناها بدمه الكريم. أما الحامل الثاني هو في الأصل خاص بكنيسة الرسولين بطرس وبولس، التي كانت موجودة أعلى الكنيسة الأثرية من الناحية البحرية، وهي كانت خاصة بالأحباش الذين كانوا يصرون على الصلاة، والتي كانت الصلاة فيها باللغة القبطية حيث لا يفهمون. فبنى لهم القمص عبد الملاك الهوري هذه الكنيسة لكي تكون داخل حضن الكنيسة الأثرية ويصلون فيها بلغتهم الأمهرية. قد أزيلت هذه الكنيسة حتى لا تمثل ثقلاً يسبب تصدعاً لمبنى كنيسة القديسة العذراء الأثرية. هذا الحامل المنقول من كنيسة الأحباش مكون من قطع صغيرة هندسية الشكل من الخشب مجمعة بدقة على شكل صليب محفور، مكتوب عليه بالفضة المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة، والسلام لهيكل الآب برسم الرسولين بطرس وبولس. لأن الأيقونات تمثل كتاباً كنسياً مكتوب بلغة بسيطة وسهلة تعلن لجميع الأجيال عن محبة الله للبشر، للطفل وللشيخ والمتعلم، وعظة بلغة سهلة للمؤمن البسيط، فهي بذلك مفتوحة للجميع وجديرة أن تسمى بالكتاب الشعبي. فنجدها تملأ كنيسة القديسة العذراء الأثرية بدير المحرق، فتوجد بالخرس الأول بجانب حامل الأيقونات من الناحية القبلية أيقونة للقديسة العذراء الملكة من رسم أناستاسي الرومي، مأخوذة عن الصورة التي رسمها القديس لوقا الإنجيلي للقديسة العذراء. أما من الناحية البحرية بالخرس الأول أيقونة للقمص ميخائيل البحيري
المتنيح في 23 من فبراير لعام 1923 ميلادية، رسمها القصة عبد النور المحرقي عام 1932 ميلادية. بالخورس الثاني على الجانب الأيمن توجد أيقونة الصعود من القرن التاسع عشر الميلادي. وعلى الجانب الأيسر أيقونة العذراء القديسة القروية، تظهر فيها مع ابنها الحبيب بملابسها القروية البسيطة، وأسفلهما بالترتيب من اليمين إلى اليسار الأنبا أنطونيوس وأبي سيفين وماري جرجس والأنبا بولا. أما مدخل الكنيسة فتوجد أيقونات أثرية من رسم رهبان في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، وهي أقدم الأيقونات بالدير، وهي أيقونة فريدة لهروب العائلة المقدسة المرسومة على النسيج. وبالدراسة تبين أنها رسمت بيد يوحنا الأرمني الذي كان مشهورا في ذلك الوقت برسم الأيقونات الجميلة، ويلاحظ في لمساته الواضحة أنه استخدم ملابس فلاح الأرمن ومناطق شمال الشام. أيقونة للشهيد ماري جرجس الفلسطيني ترجع لعام 1510 شهداء 1794 ميلادية، وأيقونة لرب المجد الجالس على العرش. وأيقونة العائلة المقدسة القديسة العذراء والشيخ يوسف النجار يحمل السيد المسيح له المجد على كتفه وسلومة. وأيقونة كبيرة للقيامة من الفن البيزنطي. من المعروف أن الأحجار هي أقدم وسيلة استخدمت في الحياة العامة، وكذلك الكنيسة وأقدم الكنائس مذابحها من الحجر، لذلك يحتفظ الدير بأحواض اللقان الحجرية القديمة وحوض الماء والمعمودية القديمة التي كانت بالدير، وكذلك شاهد قبر حجري تاريخ النقش عليه يرجع لعام 807 شهداء 1091 ميلادية، وطبق حجري كان يوضع فيه زيت للصلوات الكنسية، وبعض الهواوين المشكلة من حجر البازلت التي كانت تستخدم في الحياة اليومية بالدير قديماً.